خبر انفصال نانسي عجرام عن زوجها فادي الهاشم يعود إلى الواجهة، معلومات وحقائق إلى العلن. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انفصال الفنانة اللبنانية نانسي عجرام عن زوجها طبيب الأسنان اللبناني فادي الهاشم رسمياً، ولم تكشف الأسباب. وفي التفاصيل، نفت مصادر لإي تي بالعربي الخبر، ويتواجد الثنائي حالياً في فرنسا مع بناتهم في إجازة صيفية. وكانت قد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وتصدر اسمها محركات البحث وترند. ووثق مقطع الفيديو لحظة في بركة السباحة بكامل ملابسها في أحد الحفلات وسط تصفيق وتشجيع كبير من الحضور، الأمر الذي استغربه رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفعهم لمشاركة الفيديو على صفحاتهم الخاصة. وبعد البحث والتدقيق تبين أن مقطع الفيديو المنتشر هو من كواليس فيديو كليب أغنيتها الجديدة تيجي ننبسط التي طرحتها مساء أمس وتصدرت بها الترند. والجدير بالذكر أن الأغنية صيفية بامتياز تحمل طابع المرح والسعادة، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، والفيديو كليب من إخراج ليلى كنعان. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الفائتة مع مقاطع فيديو للفنانة نانسي عجرم، وتصدر اسمها الحديث بين الجمهور بعد انتشار مقطع فيديو لها خلال أحيائها حفل زفاف خاص في لبنان. ووثق مقطع الفيديو لحظة مفاجأة العريس لنانسي في يوم زفافه بصورة تجمعه بها من طفولته، وبدت عليها علامات الدهشة والاستغراب. وكان اللافت في الزفاف لحظة توجه العريس لنانسي ومعانقتها خلال زفافه ومشاركتها الغناء. ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً بين جمهور نانسي، وتداول الجمهور المقطع على نطاق واسع. وكانت قد أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في كازينو لبنان حفلاً غنائياً ضخماً حضره عدد كبير من محبي وجمهور نانسي في لبنان والعالم العربي، الذين جاءوا للقاء فنانتهم المفضلة ضمن أجواء أكثر من رائعة تخلقها نانسي كعادتها على المسرح. وقدمت نانسي في الحفل باقة من أجمل أغنياتها الجديدة والقديمة والمتنوعة بين الحماسية والرومانسية، حيث تفاعل معها الحضور بشكل كبير وراحوا يرددون كلمات الأغنيات ويرقصون على أنغامها معبرين عن سعادتهم الشديدة.